بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير يا رب، وسعادة وصحة عليكم دايما يا رب. ايه موضوع بقى الجنيه ابو جميلين، والجنيه اللي بعده واللي بعده، هما حوالي 3 اصدارات او 4. دول لو معاك بصراحة يعني مش هقول لك انت ممكن تحصل على الجنيه ابو جميلين ده بالذات على مليون دولار او مليون جنيه استرليني من بنك سويسري. ليه؟ هنعرف السبب دلوقتي. وهل الجنيه ده بقى بيتعمل عليه سحر وشعوذة وكلام من ده زي ما الناس قالت، وبيحضر الجان وبيفتح يعني القبور والكلام ده، وطلبات قدام المقابر والحاجات اللي الناس بتزعم فيها دي؟ نعرف الحقيقة مع بعض كده. اولا الجنيه ده كان 5 يناير 1899، تمام؟ وكان الجنيه هو أول عملة ورقية بديلا عن القرش، وتم تقييمه بما يساوي 7.43 جرام من الذهب، واستمر هذا التقييم منذ 1885 حتى عام 1914. أما الشائعات التي تسببت بقى في زيادة أسعار الجنيه أبو جميلين ده، الجنيه أبو جميلين ده بقى متعلق بوديعة موجودة في بنك في سويسرا للملك فاروق تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه استرليني، ويمكن لأي شخص أن يحصل عليها مقابل الجنيه أبو جمالين. مع الجنيه أبو جمالين ممكن توديها بنك في سويسرا تاخد ما مؤاخذة ممكن تاخد مليون جنيه استرليني، مش 2، هو دلوقتي خفضوها لأن في ناس ظهرت قبل كده وفعلا خدوا 2 مليون يحصل عليها مقابل الجنيه أبو جمالين. اما بقى اعمال السحر والشعوذه بقى يا جماعه، فاكد البعض ان هذا الجنيه يتم استخدامه في عمليات تحضير الجن والبحث عن الاثار وفتح المقابر بجانب استخدام الزئبق الاحمر. فبعض الشيوخ يطلبون الحصول على الجنيه ابو جميلين لعلاج بعض الامراض المستعصيه التي يعتقد اصحابها انها مس من الجان، ويعد هذا النوع من أبرز الأسباب البحث عن الجنيه، لا سيما أن مصر بتنفق مليارات الجنيهات في السنة على السحر والشعوذة. وطبعا كلكم عارفين وكلكم باين يعني معلش إلا من رحم ربي، لذلك يلهس الناس بتجري وراه خلف هذه الورقة النقدية، إما لإعطائها للمشايخ أو لفتح المقابر الأثرية، إذ يشاع أن على الجنيه صورا للجان تستخدم لتحقيق طلبات خدام المقابر على حد زعمهم، تمام؟ وطبعا الجنيه ده اتعرف باسم جمالين ليه؟ حيث أطلق عليه هذا الاسم لكونه يحمل رسما لجمالين رمزان إلى طبيعة البيئة المصرية حين ذاك، ومكتوب عليه تعهد بأن أدفع عند الطلب مبلغ جنيه واحد مصري لحامل هذا السند مصحوبة بعبارة أصدر بمقتضى المرسوم العالي ووضع على جانبي العملة لملوك مصر السابقين مثل الملك توت عنخ آمون والملك نفرتاري كتعبير عن مجد الدولة المصرية وتاريخها الطويل، تمام؟ والجنيه ده تعرض على مواقع كتير يا جماعة، وتعرض بمليون، وتعرض ب500 ألف، وواحد عرض ب100 ألف، وواحد عرض ب50 ألف مقابل التنازل عن الجنيه دي. إنما فعلا لو انت وديته في بنك في سويسرا تاخد مليون جنيه استرليني، تمام؟ والجنيه ده اصلا اطلق عليه ليه؟ لان الجنيه ده اصلا لان مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني عند اصدار الجنيه، فقد طغت الاسماء البريطانيه وانما هي انجليزيه لعمله انجلترا التي كانت متداوله بها منذ ذلك الوقت، وكانوا بسموها جونيا، ينطق الجنيه بالجيم، جيني يعني، حتى بتوع مصر اوقات يقولوا او بتوع اسكندريه جيني. ومع ان الجنيه الانجليزي كان غير مستخدم عند اصدار الجنيه المصري الا انه كان مساويا له تقريبا من حيث الوزن، ويقسم الجنيه الى 100 قرش وهو العمله ايه المتداوله في الدوله العثمانيه حين ذا. نشوف بقى اصدارات الجنيه ديت عامله ايه، تمام؟ اولا الجنيه ده صدر 1899 ويشتهر بجنيه جمالين،
وهو ثاني ورقة يتم طباعتها في تاريخ العملات الورقية المصرية منذ نشأتها. وقع عليه إلوين بالمر وفريدريك رولات فقط. تمام. طبع هذا الجنيه كميات من الكوبي، يعني مش الأصلي، يعني لاحظوا يا جماعة الجنيه ده مطبوع منه كتير جدا مقلد. تمام. فلذلك كان خدع الناس من مظهر الورقة لأنها قديمة ويظنوا إنها أصلية وهي مش أصلية، والأغلبية بعت لي كتير فعلا جدا وكاد أشك في الموضوع. لذلك ينصح بعد شراء هذا الجنيه إلا إذا كان مقيم، يعني لازم يكون مقيم من شركة مقيمة، ليه؟ تاخد الاحتياط. وسعره يتراوح من 60,000 جنيه حتى 500,000 جنيه وأكتر حسب عدد الكسرات والعيوب اللي فيه. وطبعا في اتعمل له مزاد عالمي سنة وكان مقيما بدرجة 30، وتم بيعه ب 37,200 دولار، أي ما يعادل 550,000 جنيه. فكلما قلت العيوب طبعا ازداد سعره. تمام. الاصدار الثاني اللي معانا ده صدر بعام 1914، ده طبعا ما لهوش لجان ولا عليه حاجه ولا بتاع. الجنيه التاني ده مشتهر جامد بالمواضيع دي يا جماعه. وقع عليه فريدريك رورات وبرترام هوري نسبي، وسعره يتراوح يعني ممكن مثلا ممكن يعمل 6000 5000 4000 حتى يوصل ممكن 100,000، وممكن تبيعه ب 50,000. ده ترجع للي بيع يا جماعه. المواقع كتير يعرضوا عليه معاكم عملات من دي اللي تجيب فلوس بصراحة، بس أهم حاجة ما يكونش كوبي يا جماعة. الكوبي منه في مصر هنا بيتباع ب 200 و 300 جنيه وأوقات بيوصل ل 500 جنيه الجنيه اللي إحنا بنقول عليها دي. تمام. ده الجنيه أبو جمل واحد اللي هو صدر عام 1924 اشترى بجنيه الجمل، وقع عليه بريترام هورونسبي فقط بعدد 70 بريفيكس من اتش 1 الى اتش 70، وتم طباعه 7 مليون ورقه فقط لكل بريفيكس هي يعني. وبعدها بقى سعره يتراوح من يعني ممكن 5000 جنيه يوصل مثلا ل 10 20 ممكن يوصل ل 100,000 كمان، بس بدون عيوب خالص وما يكونش كوبي برضه، ونظر لظروف السوق وحاله العرض طبعا ممكن يزيد. الاصدار الرابع ده صدر بتاريخ 1926 وحتى 1930 ما عدا سنة 1927 يشتهر بجنيه ايه؟ جنيه الفلاح. وده القصة بقى طبعا الفلاح بقى اللي كان خادم عند الملك فاروق زي ما قلنا، وقال له مش عارف في ناس هتغتالك وكلام من ده، واتضح فعلا ان كده، فقال له لازم اعمل لك حاجة وعمل له الجنيه ده وحط صورته عليه. تم طباعة 10 برفيكسات فقط من جا واحد وحتى جي 10، وسبع بريفيكسات منهم 1926، والثامن 1928، والتاسع 1929، والعاشر 1930 بعدد 10 مليون ورقه وكل بريفيكس طبعا ب 999. وسعره يتراوح من ممكن يعمل مثلا 4000 5000 ممكن يوصل ل 10 ممكن يوصل لحد 50,000 جنيه و70,000 جنيه، ده لو بحاله البنك وما يكونش كوبي ولا بيه كسرات ولا عيوب ولا كتابه ولا اي شيء يا جماعه. تمام. طبعا الجنيه ده مشتهر جدا ولو معاكم يعني، بس انا يعني على ما اظن ممكن ما يكونش مع حد خالص اصلا اساسا، الا يعني ممكن تلاقي الجنيه ده ادريس، وممكن تلاقي الجنيه اللي قبله اللي هو جمل واحد، بس مش عارف بقى على ما اظن ممكن تلاقي منهم كوبي كتير مع الناس. ارجو ان اكون وضحت طبعا الاصدارات ديت والجنيه منها عامله ايه واسبابها ايه والكلام ده كله، واستفدتوا من الفيديو. اتمنى لكم الخير والرزق دايما يا رب. عايزين اي فيديو تاني لاي شيء ومعلومات اكتر اجيب لكم اللي انتوا عايزينه عن جميع العملات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وامنه.